بنات الحضارة من 7000 سنة. واللي بنينا الأهرامات في سابق العهد. واللي عمرنا الصحراء في التسعينات. وخرجنا للنور أكتوبر الشيخ زايد. ومع بداية الألفينات خططنا وبنينا القاهرة الجديدة. احنا مين؟ احنا كل واحد همه يبني ويعمر بلده، يشجعها تخطي لقدام وتثبت للعالم كله انها فعلا ام الدنيا. والمصريين هم اللي بيسابقوا الزمن دلوقتي عشان يبنوا الجمهورية الجديدة في العاصمة الإدارية، بيعمروا العالمين الجديدة، مدينة الجلالة، مرسى علم، وغيرهم من المناطق اللي جذب انتباه العالم كله. ولأننا مؤمنين بأهمية دور كل شركة تطوير ومقدرين بصمتها في تغيير شكل العقارات في مصر، جه الوقت اللي نرد لكم فيه الجميل. احنا في انفيست جو اكسبو بنفتح لشركات التطوير باب جديد عشان نكتب مع بعض قصة نجاح جديدة في تاريخ تصدير العقارات المصرية، تحديداً ولأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية. انفيست جو حدث غير مسبوق لفتح سوق جديد أمام شركات التطوير للوصول لمستثمرين متعطشين للاستثمار في مشروعات مصر، عملاء VIP بميزانية تتخطى الـ 500,000 دولار، أكتر من 750,000 مصري وعربي في أمريكا في انتظاركم ومستنين الفرصة عشان يبدأوا استثمارهم، بيحلموا ببيت تاني في مصر. شارك دلوقتي وسافر معانا أمريكا في الجولة العقارية الأجرأ على الإطلاق. هنزور خلالها 4 من أكبر المدن في أمريكا: نيو جيرسي، هيوستن، لوس أنجلوس، أورانج كاونتي، خلال 30 يوم من 22 مايو ل 22 يونيو. دلوقتي فرصتك تصدر مشروعاتك لأمريكا. دلوقتي فرصتك تضاعف مبيعاتك في 2022. استغل الفرصة صح. شارك دلوقتي قبل 15 مارس والحق طيارة انفيست جو لأمريكا لتحقيق مبيعات غير مسبوقة في حدث عقاري غير مسبوق. شارك في معرض انفيست جو اكسبو لتصدير أفضل مشروعات مصر لأمريكا في الفترة من 22 مايو ل 22 يونيو. هيلتون، الولايات المتحدة الأمريكية.